نعم بارك الله فيكم وأثابكم الله في الحديث قال الرسول صلى الله عليه وسلم عم عمرة في رمضان تعدل حجه هل العمرة في رمضان تكفي عن الحج لا ما تكفي عن الحج لكن في الفضل نعم. لكن فضلها مثل ثواب الحجة وأما أنها تغني عن الحج فلا الحج عبادة مستقلة وصيام رمضان وقيام وعباده اخرى مستقله نعم